حصل الدكتور مجدي يعقوب طبيب القلب المصري العالمي على لقب اسطوره الطب في العالم، حيث اختارته جمعيه القلب الامريكيه بشيكاغو ليفوز بهذا اللقب ضمن اكبر خمس شخصيات طبيه اثرت في تاريخ الطب. درس الدكتور يعقوب الطب في جامعه القاهره، وتعلم في شيكاغو ثم انتقل الى بريطانيا واصبح اخصائي جراحات القلب والرئتين. وحصل في عام 2007 على جائزه فخر بريطانيا وفي عام 2011 تم منحه وسام قلاده النيل العظمى وهو يعد من اهم الجراحين العالميين للقلب